مرحبا، اليوم رح أحكي عن برنامج جديد اسمه فريكام. هيدا البرنامج بيمشي على ويندوز وبيسمح لي أعمل سكرين ريكوردينج أو تسجيل الشاشة والأكتيفيتي اللي عم بتصير على الشاشة عندي. أهمية هيدا البرنامج، أول شغلة هو فري مجاني، تاني شي إنه no time limit، ما في مدة محدودة للتسجيل. ثالث شي فيني أعمل فيديو editing أو أعمل تعديلات على الفيديو. ورابع شغلة no watermark، ما في خلفية أو logo الكومباني ببين عندي. تحصل على السوفتوير بكبس freecam keywords بالجوجل سيرش وبحط enter. ببين عندي www.freescreenrecording.com، هيدا الويب سايت بعمل كليك عليه. وبس اعمل كليك عليه تعمل داونلود للسوفتوير بكبس على داونلود على اليمين بالزاويه. هون بيطلب مني حط الايميل تبعي، وبس حطه واكبس داونلود بينزل لي البرنامج عندي. freecam870.msi، بعمل دبل كليك للانستوليشن. بحط I accept the terms, install. وبرجع له launch. على برنامج فريكام، المنيو اللي ببين عندي هو منيو الهلب. أول icon help، إذا كبست عليها بتوديني على website فيه اليوزر جايد how to use FreeCam، شو هن السيستم requirements، كيف بعمل uninstall، كيف بعمل new recording تسجيل جديد، كيف بحفظ الريكوردينج سيف، كيف بعمل له upload على يوتيوب، كيف بعمل video editing والFreeCam settings. حدا في icon الأباب تتقل لي الفيرجن تبع السوفتوير FreeCam الانستولد عندي، وهو build 27159. وحدا في ايكون الابديت تو تشيك اذا في فيرجن جديده نزلت. هون software is up to date. كمان حد الهلب في منيو بالازرق، اذا كبست عليه ببين عندي ايكون نيو ريكوردينج تبلش تسجيل جديد. هيدي الايكون بتبين كمان من فوق وبتبين تحت كرييت. كمان في ايكون هي اوبن بروجكت، في حال انا اوريدي مسجله من قبل وبدي اشتغل فيه لهيدا التسجيل، فيني اكبس على open project، كمان بتبين من فوق وبتبين بالبراوز. exit تأظهر من FreeCam. هلأ نحنا حنبلش تسجيل جديد، فرح اكبس على new recording. اول ما بكبس على new recording بتبين عندي frame within dimension محددين، وهيدي الفريم كل شيء بيشتغلوا بقلب هيدي الفريم بيكون عم يتسجل، وكل شيء بيشتغلوا برات الفريم ما بيتسجل عندي. هيدي الفريم الدايمنشنز تبعها انا فيني اعدل فيهم مثل ما ملاحظين. هون اذا جيت على الزاويه فيني كبر الفريم وصغره، وفي هون بالنص فيني نزل الفريم مثل ما بدي. كمان تحت هيدي الفريم في عندي منيو صغير، الزر بالأحمر هو تبلش تسجيل جديد start a new recording. حدو فيه المايكروفون. المايكروفون في حال أنا بالتسجيل ما بدي بس الصورة، يكون عم يتسجل كمان الصوت، فبتأكد من المايكروفون. إذا كبست على المايكروفون وبين زيح أحمر يعني أنا عملت له ميوت، يعني الصوت ما رح يتسجل. كبست مرة تانية شلت الميوت، وهلأ لما بدي سجل كمان الصوت من الميكروفون رح يتسجل. حد الميكروفون في عندي الدايمنشنز تبع الفريم الموجودة عندي، وفي الارو اللي حدا. اذا كبست على هيدا الارو بيقلي بدك تسجلي فيديو 16:9 او 4:3 او فول سكرين كل الشاشة، او selected area الاريا within the frame الموجودة عندي، أو selected application. أنا رح قله full screen كل الشاشة. حد dimensions في settings إذا كبست عليها بتبين عندي window جديدة. بالgeneral tab في shortcuts،
وهن الكبسات المختصرة. إذا بدي أعمل باوز أو ريزيوم للفيديو F9، إذا بدي أعمل ستوب ريكوردينج إسكيب، إذا بدي أعمل ديسكورد ريكوردينج F10، أو شورت كاتس أنا فيني أعدل فيهم. مثلا محل الباوز ريزيوم محل F9 بدي شيفت بي، فبيجي لهون وبحط شيفت مع بي دغري بعدل إياها. تحت الشورت كاتس في الاوديو ريكوردينج، انا في حال بدي سجل الصوت الطالع من الميكروفون بعمل تشيك على هيدا البوكس اللي هون، وهون بالارو في حال عندي عدة مايكروفونز، مثلا المايكروفون الانستولد within the laptop والهيدسيت، بختار المايكروفون المناسب. تحت في الفوليوم قدي بدي الفوليوم يكون، وفي زر سيت اب مايكروفون، هيدا البوتن إذا كبست عليه بعمل سيت اب للميكروفون تبعي. بتجيني الويندو ويلكم تو ذا مايكروفون سيت اب ويزرد، بحط نيكست، بختار المايكروفون المناسب، بحط نيكست، بختار نوعه كمان نيكست، بقرا الريكومنديشنز نيكست، وبيجيني جملة تقريه read the following text aloud. Matilda is a very fluffy cat. بس خلص الجملة بحط next. بيعطيني مسج هون، عطاني your voice was barely audible، يعني صوت أنجا أسمعني. فيني أعمل back وإرجع أتأكد من الميكروفون، وبس خلص كل setup بحط finish. تحت الميكروفون في record system sounds، إذا أنا بدي سجل مش بس الصوت الطالع من الميكروفون، كمان الصوت الطالع من السيستم يعني من speakers أو من اللابتوب، بعمل check على record system sounds. حتى general tab في advanced tab، في عندي options open new windows inside recording area، بيفتح لي ويندو جديدة بقلب الريكوردينج اريا اللي عم سجل فيها، وشو سيستم تري ايكون بتبين التري ايكون تبع الفري كام، هو اوريدي بيكونوا تشيكت، انا عادة ما بعدل فيهم. ماوس انديكيشن، شو ماوس كيرسر، يعني الكيرسر تبع الماوس يبين عندي بالتسجيل. هايلايت ماوس كيرسر، يعني مش بس يبين عندي، يبين هايلايتد او في لون معه. Enable mouse click sounds، إذا أنا بدي كل ما عم بعمل كليك ينسمع الساوند، بس حط البديل بقول له أوكي. هلا صرت ريدي تسجل، فبكبس على الزر الأحمر، ببين عندي countdown، وهون رح يبلش التسجيل. كل شيء activity أنا بعملها حتتسجل عندي. أنا كبست على system requirements، كمان رح افتح تاب تاني، فتحت جوتنبرغ اللي هي بتأمن لي لايبراري، بتأمن لي فري اي بوك. بدي نبش مثلا على خليل جبران، كو ببين عندي البوكس وفينا اعمل لهم داونلود وفوت عليهم. بس خلص التسجيل بكبس اسكيب مثل ما حطيت بالشورت كات كي، بيفتح لي الفيديو اللي انا سجلته بفري كام. هون عندي ببين منيو جديد، حد الهلب هو الهوم، هيدا المنيو بقشع فيه الأدت، سيف أز فيديو، أبلود تو يوتيوب. أنا الفيديو سجلته، فينا أعمل له بلاي. وفينا إذا بدي عدل بالفيديو اكبس على الأدت، بيفتح لي الأدتينج ويندو، فيها الفيديو فيها الصوت، وهون إذا عليتها شوي كمان ببينوا عندي الفريمز تبع الفيديو. أول شغلة بقدر أعملها، في عندي بوتن اسمه ريموف نويز، في حال عندي باكراوند نويز مثلا صوت المروحة تبع اللابتوب عم يمشي مع التسجيل، إذا بدي إلغيه بكبس على ريموف نويز، بحط لي ستيبس. ستيب 1 select a part of your recording that contains only background noise، يعني محل أنا مني حاكية فيه. Step 2 بكبس على noise removal، بقول له I've got it، بختار محل مني حاكية فيه، وبرجع بكبس على remove noise، وبكبس على button remove noise، وبيلغي لي النويز من التسجيل، من كامل التسجيل.
الشغلة الثانية اللي أنا بقدر أعملها مثلاً في محل حكي في بدي أعمل ميوت للصوت، بعمل select له وبكبس silence. في part بدي إلغي كلياً من التسجيل، بعمل select له وبقول له delete. البارت من الفيديو اللي بدي إياه على طول موجود، بعمل له select. فيني اقول له اصل للفيديو خليه للبارت سيلكتد، ساعتها بتبص على تريم. ادجست فوليوم هي في حال انا الصوت سجلته حسيته واطي او عالي بدي اعدل فيه. اذا بدي اوطي الصوت بروح لميله الماينس، وفيني اعمل بلاي. واذا بدي اعلي الصوت بروح لميله البلس وبتأكد. هون رح رده أنا على الزيرو وقول له أوكي. Fade in fade out هي إذا بدي مثلا أول ما يبلش خفيف يرجع يقوى، بعمل select لأول ما يبلش وبروح بكبس على fade in. ولاحظوا كيف بلش خفيف ويقوى. نفس الشيء إذا بدي لما بدي انهي يعمل fade out، يعني يصير يخف الصوت شوي شوي، بتبص على fade out ولاحظوا كيف خفف لي اياها. كمان اذا بدي اعمل zoom بعمل select للبارت اللي بدي اعمل له zoom وبختار zoom selection. اذا بدي ردها مثل ما كان بقول له show all. بس خلص كل شي تعديلات بعمل save and close. إذا بدي أحفظ الفيديو عندي على الكمبيوتر بكبس على Save as Video وبختار له Location. التايب تبع الفيديو هو WMV. إذا بدي أعمل له Upload للفيديو على يوتيوب بكبس Upload to YouTube. Thank you.